السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو إن شاء الله سوف نتعرف على برنامج المونتاج في فيلمورا 9. أولا سوف نتكلم ونتعرف على واجهة البرنامج. إذن عندنا هنا في الأعلى ميديا، هذه العلامة توجهنا أو تحيلنا على مجموعة من مقاطع فيديوهات بلون واحد كما تلاحظون، أحمر أو أزرق، يمكن أن أشتغل عليها وذلك بالضغط على العلامة زائد كما تلاحظون، يعني فهي مقاطع فارغة باللون الأزرق. يمكن أن أضيف عليها مجموعة من الأشياء كعنوان مثلا، يمكن أن أضيف عليها عنوان تايتل كما تلاحظون، نضغط على زائد. هذا المكان هنا في الأسفل فهو المكان المخصص للاشتغال. الشريط الأول فهو للفيديو الأول، يمكن أن أضيف فيديو ثاني وفيديو ثالث وأقوم بالتعديل عليهم، أو يمكن أن أضيف أيضا مقاطع صوتية في الأسفل هنا كما تلاحظون، وصور ومجموعة من الأشياء. إذن لاحظوا أنني قمت بإضافة العنوان، ويمكن أن أقوم بكتابة العنوان هنا مثلا، عندي مجموعة من التعديلات، حل الحجم وطريقة الكتابة إلى غير ذلك، ثم أضغط على أوكي. الآن سوف أقوم بالتجريب كما تلاحظون، الشاشة الخلفية زرقاء والعنوان. يمكن أيضا أن أضيف كتابات أو عناوين لي البداية أو للنهاية أو تعليقات داخل الفيديو، يعني تعليقات وسط الفيديو بنفس الطريقة، إضافة زائد إلى هنا مكان الاشتغال. أيضا يمكن أن أضيف فيديوهات عندي من الحاسوب بالضغط على هنا إضافة، ثم أضيف فيديوهات خاصة بي من الحاسوب. مثلا هذا الفيديو سوف أضيفه سواء بالضغط على زائد أو أقوم بسحبه مثلا إلى هنا. إذا وقعت مثلا أثناء التصوير مجموعة من الأخطاء أو كانت هناك أصوات مرتفعة أو ضوضاء، يمكن أن أشتغل عليها ونقوم بحذفها بهذا المقص. لاحظوا مثلا سوف أبدأ هنا في الفيديو. إذن هذا المقطع مثلا لم يعجبني فأضغط على المقص، لاحظوا هو هذا، سوف أقوم بمسحه من لوحة المفاتيح. مثلا مقطع آخر لم يعجبني مثلا هو هذا، سوف أقوم بالمقص، أضغط على المقص ثم أقوم بحذفه، ثم أعيد إلصاق الفيديو مع بداية الفيديو الأول. أيضا عندنا إضافة أصوات، مثلا إذا أردت إضافة بعض المقاطع الصوتية مثلا أنا أثناء الشرح مثلا، هناك مقاطع موسيقية يمكن إضافتها. لاحظوا جيدا المقطع الموسيقي هو هذا. إذا كانت موسيقى المقطع الصوتي مرتفعة يمكن أن أقوم بتخفيضها من هنا من الضغط على هذا السطر، تخفيض موسيقى المقطع الموسيقي كما تلاحظون، نتحكم في ذلك من هنا.
بالرفع أو نقوم بخفضه. أيضا تعليق الفيديو من هنا على شكل سؤال وجواب. إذا أردت مثلا أن أقوم بمسح هذا المقطع أضغط عليه وأقوم بالضغط على المسح. إذا تعرفنا على الأوديو، مجموعة من الأوديوات الموجودة مع البرنامج. أيضا يمكن إضافة أوديوات أخرى وسحبها هنا في الأسفل للاشتغال عليها. تعرفنا على التايتل، العناوين، ومجموعة من الشروحات أو الكتابات التي يمكن إضافتها. هنا عند ترانزيسيون يعني الانتقالات مثلا من مقطع إلى مقطع، مثلا سوف أقوم بلصقها هنا، يعني انتقال من هذا المقطع الأول إلى المقطع الثاني. أضغط على زائد، سوف أرى. الحوار من أساليب التعبير التي تتطلب حديثا بين شخصين أو أكثر. يعني هنا مدته زمنية فهي قصيرة، سوف أحاول تكبير المدة الزمنية لكي يظهر بوضوح. إذن كما تلاحظون يمكن أيضا اختيار ترانزيسيون آخر، مجموعة من الاختيارات، مجموعة من الاختيارات. أيضا عندنا هنا ليزيفي، مجموعة من الإضافات، الألوان، مجموعة من الإضافات يمكن أن أضيفها إلى الفيديو، وذلك أيضا بالضغط على زائد، وأحدد المكان الذي أريد الإضافة فيه. أيضا هنا عندنا ليزيليمون، مثلا سوف أختار هذا النموذج، وفي هذا في هذه الثانية بالضبط سوف يظهر لنا هذا النموذج أثناء الشرح كما تلاحظون. أيضا يمكن أن أضيف زوم إلى هذا المقطع، مثلا أثناء الشرح أريد أن أضيف الزوم إلى هذا المقطع. إذا الطريقة هي أنني أقوم بتقطيع الجزء الذي أريد أن أقوم بتكبيره. والوضوح بالتعبير. إذا هذا هو الجزء الذي أريد أن أقوم بتكبيره. إذا سوف أضغط هنا على زوم وأحدد المكان الذي أريد تكبيره. مثلا العنوان، أتدرب على كتابة حوار، ثم أضغط على أوكي. سوف نلاحظ من جمل قصيرة ومتسلسلة مع السهولة والوضوح في التعبير. إذن كما لاحظتم الحوار دائما يحتاج إلى شخصين أو أكثر. الزوم هنا في هذه اللقطة بالضبط، سوف أحاول إذن هذا هو الزوم عند الشرح، يتم تكبير المقطع الذي أتكلم عنه ثم يعود إلى أصله، يعود الفيديو إلى أصله الأول كما تلاحظون. فهو برنامج يعني سهل الاشتغال، يعني محتوياته فهي بسيطة يمكن الاشتغال عليها بكل سهولة. وبالتوفيق للجميع إن شاء الله.